أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المساء وفي عناوين ليلة نناقش. الداخلية العراقية تتهم طرفا دخيلا باستهداف المحتجين والكاظم، يؤكد محاسبة المسؤولين عن سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين واستمرار القصف على مواقع أمريكية. تركيا ترسل قوات وأسلحة إلى أذربيجان في إطار مناورات مشتركة، وموسكو ترد بمناورات في أرمينيا في ظل استمرار الاشتباكات الأذرية الأرمينية. أهلا بكم مجددا. أفادت وزارة الداخلية العراقية أنها رصدت مجموعة وصفت بالإرهابية في ساحة التحرير ببغداد تسعى للفوضى وضرب المتظاهرين. الوزارة لم تعلن عن هوية هذه المجموعات، حيث أكد الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجود أطراف تستغل الاحتجاجات لخلط الأوراق واستهداف المتظاهرين. وكانت السلطات العراقية أشارت إلى أن جهات خارجية هي من تحرض على أعمال العنف التي ترافق الاحتجاجات. مقتل المحتجين ومشاهد العنف في ساحة التحرير يتم في وقت ما زال مسلسل استهداف المنشآت الأمريكية جزءاً من المشهد العراقي، ووسط تصعيد في المنطقة بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى. من هي الجهات الإرهابية وتلك الخارجية التي أشارت إليها السلطات العراقية؟ هل ينجح الكاظمي في مواجهة التحديات الخارجية والتدخلات الخارجية في شؤون العراق ويفشل في مواجهة تلك الداخلية؟ أم أنه في حالة العراق لا يمكن الفصل بين الخارجي والداخلي بفضل تغلغل المجموعات المدعومة إيرانيا في العراق وكذلك الوجود العسكري الأمريكي؟ هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول من هذا المساء، لنتابع. العراق يغلي، ثلاثة متظاهرين يسقطون برصاص قوات الأمن خلال يومين في احتجاجات على الوضع الاقتصادي. القتلى هم أوائل المتظاهرين الذين يسقطون منذ تنصيب حكومة مصطفى القاذمي قبل أقل من ثلاثة أشهر. تظاهرات كانت سبباً بالإطاحة بسلف القاذمي عادل عبد المهدي المستقيل بضغط من طبقة سياسية عازمة على الحفاظ على سلطاتها بأي ثمن في مواجهة تظاهرات شعبية غير مسبوقة ووجهت بقمع دام. السلطات العراقية من جانبها تتهم جهات إرهابية مدعومة من الخارج بإثارة الفتن وارتكاب أعمال العنف الدامية. الكاظمي يتعهد بالكشف عمن يقفون وراء العنف، معلنا أنه أمر بفتح تحقيق بذلك وتقديم تقرير له خلال 70 ساعة. إن تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الأذ بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين. وفي سياق آخر، وقع انفجاران متتاليان في معسكر الصقر بمنطقة الدورة جنوب بغداد، حيث تتواجد قوات من الحشد الشعبي. قالت مصادره إنه ناجم عن قصف أمريكي، لكن الحشد أشار إلى أن سبب هذين الانفجارين يرجع إلى ما أسماه بارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين، وفيما يرى بأنه رد على القصف المفترض لمعسكر الحشد. تعرضت قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين والتي تستضيف قوات أمريكية، تعرضت لقصف في ساعات الليل المتأخرة. وما بين القصف والقصف واشتداد حدة المظاهرات، تسعى الحكومة العراقية إلى إيجاد سبيل لخلق توازن بين جميع اللاعبين، إيران، الولايات المتحدة والمتظاهرين الغاضبين. لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من بغداد السيد طلال الحريري، مدير مركز أورنيمو للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيد طلال. وينضم إلينا أيضا عبر خدمة سكايب السيد أليف صباغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط. ومعنا من واشنطن ينضم إلينا السيد بشار جرار، محلل سياسي. أهلا بك سيد بشار. أهلا بك سيد أليف وسيد طلال، أهلا بك. يعني الكاظمي، أبدأ معك سيد طلال، الكاظمي والداخلية العراقية يتحدثون عن وجود دخلاء على الاحتجاجات وما وصفتهم الداخلية بالإرهابية. لماذا إذن تتستر السلطات عن هذه المجموعات وتمتنع عن كشفها؟ ولماذا لم نسمع عن أي إجراءات بحقهم على أرض الواقع؟ نعم، مساء الخير، تحية لك وللضيوف الكرام ولمن يشاهدنا.
المشكلة في الملف الأمني العراقي، والتظاهرات هي جزء من الملف الأمني، يعني أي خروقات أمنية تخص التظاهرات هي تنسب إلى الملف الأمني العراقي. دائما هناك يعني خلال عقد كامل من التظاهرات، الاحتجاجات، الانتفاضات التي حصلت في العراق، دائما السلطة مهما كانت أيديولوجيتها ومهما كان الحزب الذي تنتمي له السلطة التنفيذية، دائما ما تخرج لنا بموضوع جماعات إرهابية أو مجموعة إرهابية، وتستثني من ذلك الخطاب المباشر الموجه للميليشيات. فمن الغريب جدا أن تتحدث الجهات الرسمية في العراق، وزارة الداخلية، رئاسة الوزراء، أن هناك مجاميع إرهابية. المشهد العراقي واضح اليوم، لا توجد هنالك على مستوى الساحات، على مستوى التظاهرات، لا يوجد هناك منظمات إرهابية منظمة، لا توجد هنالك داخل بنية التظاهرات أي بيئة حاضنة للإرهاب، وبالتالي دائما يكون هنالك تبرير القمع بوجود إرهاب. إذن هذا التبرير هو جزء من التغطية على أفعال ميليشيات. نعم. فلم يحصل شيء جديد إلى الآن، يعني يفترض أن تشخص هذه الجماعة المسلحة وهي معروفة. لو نسأل أي عراقي اليوم يقف في ساحة التحرير أو يلتزم منزله ونقول له من الذي يفعل، يقول الجهات معروفة ومشخصة، الميليشيات هي من تقوم بهذه الأفعال، هناك قوات حكومية أيضا متورطة بهذا الجانب. فإذا مشكلة باعتبارها المجموعات المسلحة الدخيلة، لماذا لم يسميها بالاسم الكاظمي؟ هذه مشكلة كبيرة. يعني دائما صانع القرار العراقي يتحاشى موضوع التسميات المباشرة، دائما هناك تغطية الملف الأمني بالكامل بدعوى الإرهاب والجماعات المنظمة والإرهابية، وبالتالي ويتناسون أن الدولة العراقية تسيطر عليها ميليشيات وهي بالدرجة الأساس منظمات إرهابية. لماذا لا يتكلم صانع القرار العراقي بهكذا؟ السيد الكاظمي يجب أن يكون واضحا ويقول أن الأحزاب والميليشيات التابعة لها تحاول عرقلة المشهد. نعم، سنعود أكثر لنتوسع يعني بمحور الكاظمي وتعاملي مع هذه القوات أو المجموعات بالأحرى. سيد أليف، أنتقل إليك. يعني الكاظمي يتهم طرفا يستغل الاحتجاجات لخلط الأوراق واستهداف المحتجين، والمراقبون يعتقدون بأن الحديث يدور عن إيران والمجموعات التابعة لها في العراق. هل هذا دليل جديد على أن الكاظمي يسير باتجاه مواجهة مباشرة مع إيران؟ لا، باعتقادي الكاظمي يحاول احتواء الموقف العراقي في الداخل، ويحاول احتواء العلاقات الخارجية للعراق بين السعودية وإيران والولايات المتحدة. ولذلك يعني على المستوى الداخلي أول زيارة قام بها قام للحشد الشعبي، ولبس لباس الحشد الشعبي وتعامل معهم كأصدقاء وكحلفاء، و اعترف لهم بنشاطهم ودورهم في دحر داعش حينما كان هو رئيس المخابرات العراقية. هناك من قال بأنه ساعد الحشد الشعبي بصفته رئيس المخابرات، ساعد الحشد الشعبي في دحر قوات داعش من العراق، وبالتالي يعني هو لا يرى الحشد الشعبي عدوا له، والحشد الشعبي لا يراه أيضا عدو. ولكن في العراق توجد أزمة حقيقية، توجد أزمة اقتصادية. لكن مع كل هذا يعني سيد أليف، لما تراه بأنه أيضا يعني كان جزءا لا يتجزأ من الحشد الشعبي، هنالك تصادم أيضا ما بين الكاظمي وما بين إيران؟ لا، أنا لا أرى أن هناك تصادم بين الكاظمي وإيران. صحيح أنه زار إيران ولم يسمع كلاما إيجابيا كثيرا، كما لم يسمع انتقادات كثيرة، يعني هذا أمر طبيعي. الكاظمي جاء بعد عبد المهدي، وعبد المهدي كان متهم بالعلاقة مع إيران، أقام علاقات مع الصين اقتصادية واتفاقيات كبيرة جدا، ومنعته الولايات المتحدة من تحقيق هذه الاتفاقيات. استفادت إيران بالذات من إلغاء الاتفاقيات مع الصين، الاتفاقيات العراقية الصينية. ولكن ما أريد أن أقوله أن الكاظمي في الوقت الحاضر هو يحاول احتواء التناقضات الداخلية، لا يريد اتهام طرف كبير، لا فصيل ولا حزب في أحداث تحصل في مثل قتل المتظاهرين. هو يريد خلال 72 ساعة أن وصلت الفكرة، يعني خلال 72 ساعة اتهام
على أشخاص وليس على أحزاب وتنظيمات. سنتابع هذا الحدث أو لربما الحيثية بهذه القضية. سيد بشار، يعني مسلسل استهداف القوات والمنشآت الأمريكية في العراق مستمر، ولكن أيضا الانفجارات التي تستهدف قواعد الحشد الشعبي باتت جزءا من المشهد، إذا ما اعتبرنا أن التفجيرات التي كانت ليست بحدوث ارتفاع درجات الحرارة. هل الحرب بالوكالة أصبحت أكثر مباشرة؟ ونذكر يعني بأن الحشد هو جزء من الجيش العراقي كما قال سيد أليف قبل قليل. وهذا الصحيح ما نراه هو نوع من الرسائل الملغومة المتبادلة بين الأطراف. يعني في قضية الحرب الصينية الأمريكية، حرب إغلاق قنصليات، يبدو أن الحرب الإيرانية الأمريكية على الأرض العراقية هي نوع من إغلاق وفتح العديد من الملفات في وقت واحد. هناك ملف الوجود العسكري الأمريكي، وهناك طبعا طرح إيراني مغاير إلى حد ما للطرح الذي يمثل الكاظم على الأقل في هذه المرحلة، وهناك ملفات تتعلق في الظروف الاقتصادية المعيشية للمواطن العراقي التي دفعته إلى الاحتجاج في المقام الأول على نقص الخدمات ورداءة الخدمات، والآن اكتمل الموضوع مع قضية انعدام الأمن والفوضى. وهنا اسمحي لي يعني أن أتبرأ طواعية وأقول هذه نصيحة مجانية علنية فيما يتعلق في التحقيق اللي ينتظر 72 ساعة، لا داعي لذلك. القضية واضحة، هناك بعض القرارات الحاسمة التي من المنتظر وأتمنى أن يتخذها الرئيس الكاظمي إن أراد حلا جذريا لمشاكل العراق. الأولى هي سيادة القانون، وهي احتكار الدولة لمظاهر القوة. غير ذلك سنبقى في هذا المسلسل الدامي، وهو للأسف لا يعبر نفسه فقط على الساحة العراقية، في العراق ولبنان ودول كثيرة في الشرق الأوسط. القيادة تتطلب، الكاظمي جاء وهناك تعاطف شعبي، ولكن هذه المعادلة التي تتحدث عنها سيد بشار في يعني حصر السيادة، المعادلة هذه لربما تنطبق على يعني بلدان لربما خالية من أي إقحام أو تدخلات خارجية. هنا نرى التدخل، أو كما يرى المراقبون هناك تدخلات من إيران، من الولايات المتحدة أيضا، فكيف لهذه المعادلة أن تطبق أيضا على حكومة الكاظمي؟ سؤال منصف 100% دانيا، ولكن ماذا قام عديد من القادة تاريخيا في هذه الحالات؟ هنا يخاطب القائد بشكل مباشر الإنسان العراقي بشكل مباشر، وأقصر طريقة للخطاب هي الصدق والصراحة والشفافية والعلنية. ليقول الكاظمي بصريح العبارة أن هناك جهات لا أملك أي سيادة عليها، ويدعوها صراحة، يدع الشعب العراقي بينه وبين هذه الجهات التي تتدخل بقراره السياسي. إذن كيف تفسر واشنطن؟ أن رجل المخابرات في الأساس يستند إلى المعلومة، إلى الحقائق. نعم سيد بشار، يعني أشتق من يعني من مما قلته، كيف تفسر واشنطن عمليا المغايرة، أو دعنا نقول جوائز الطردية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة التي يقدمها الكاظمي؟ هل هذا من أجل حفظ حكومة من السقوط أو من التفكك؟ هو قضية جوائز الطردية عادة هي نوع من التعبير الواقعي على الممكن وغير الممكن دبلوماسيا. لا أحد معني بشكل جاد بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، لا الأمريكيين ولا الإيرانيين لأسباب مختلفة، وطبعا ليس العراق لأنه هو الطرف الأضعف في هذه المسألة. ومن هنا فإن هذه الرسائل التي سميتيها بالطردية هي قد تكون رسائل تطمين وتشجيع وتحفيز على القيام بمبادرة سياسية دبلوماسية. ومن هنا أنا أراهن، ما زلت أراهن على أن الكاظمي قد يكون لديه الفرصة الذهبية الآن، وصلت الفكرة، حتى يتصرف بشكل مباشر مع الشعب العراقي. سيد طلال، نعم يعني تحدثنا عن لربما الصيغة الأنجع لكي يعود الاستقرار العراقي. لن نحل هذه المشكلة اليوم، ولكن إذا ما تطرقنا إلى الجانب الإيراني سيد طلال، الإعلام الإيراني يصف الكاظمي بالبيدق الأمريكي في العراق، والمركز الإيراني للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية كيفما رأيت يقول بأن الكاظمي أحد المشتبه بهم في الهجوم على قاسم سليماني. يعني بالمقابل العراقيون يحاسبونه على تريثه في طرد القوات التابعة لإيران. ماذا يجب أن يفعل ليكون المنقذ للعراق، بالإضافة إلى ما استمعنا يعني لما قاله سيد بشار؟ يعني علم السياسة شيء،
يعني إذا تحدثنا بمنطقية أكثر، إذا تحدثنا بواقعية أكثر، لا يمكن أن نبني مواقف سياسية على الإعلام، خاصة الإعلام الموجه. إيران دائما تحاول يعني خلق توازنات من خلال إعلامها، وإعلامها موجه للعراق. يعني عندما تقول إيران أن الكاظمي هو فودق لأمريكا كما تفضلتي، يجب أن نعرف وندرك بأن السيد الكاظمي ترأس أهم جهاز أمني في العراق في زمن كان قاسم سليماني هو الحاكم الأعلى للعراق. يعني في سنة 2016 هي الموجة الكبرى لدخول وتغلغل إيران في العراق بصفة الحشد الشعبي، يعني لدواعي أمنية، لدواعي سياسية، والتأثيرات السياسية والمدخلات الإقليمية في العراق. فهذا الموضوع لا يمكن أن نبني عليه موقفا سياسيا. يعني اليوم الشعب العراقي يطالب الكاظمي بواقعية لا يريد كثيرا. يعني أنا دائما أقول أن الشعب العراقي المنتفض ليس لديه رؤية سياسية للسياسة الخارجية بقدر أن تكون الدولة العراقية مستقلة. وبالتالي سيد الكاظمي، لا أعتقد بالمطلق، وأتحدث كمختص، القضية في العراق اليوم تحتاج قرار فقط، لا تحتاج أي أمور أخرى. يعني سيد الكاظمي لا يحتاج إلا قرار واضح وصريح. وبالتالي إذن مشكلتنا اليوم في العراق هي مشكلة القرار السياسي. لا يوجد قرار سياسي صريح، لا يوجد موقف سياسي حازم. أنا أتفق مع السيد بشار، اليوم مشكلتنا هي مشكلة دولة. العراق اليوم هو يعيش حالة لا دولة منذ أكثر من السنوات. يعني وبالتالي على السيد الكاظمي أن يدرك بأن العراق اليوم، قضية العراق اليوم هي قضية قرار سياسي، قضية رؤية سياسية موحدة يستطيع من خلالها استثمار مواقف الشعب. اليوم الشعب العراقي على الرغم من المؤاخذات الأخيرة، لكن لا تزال هنالك فرصة. يعني أنا أتفق أن الفرصة ما تزال متوفرة وموجودة، إذا استطاع الكاظمي أن يفكر بعقلية صانع القرار، لا أن يفكر بعقلية المنتخب أو المزكى من قبل كتل سياسية. نعم. هذا ما ينتظره العراقيون اليوم بعقلية صاحب القرار. سيد أليف، يعني لقاء الكاظمي بسيد علي خامنئي كان بزيارة الأولى للكاظمي منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وقد قال الزعيم الإيراني بأن لا تدخل إيراني في سيادة العراق، لكنه أردف بعد هذا بأن على العراق إخراج الولايات المتحدة منها، دعم الحشد الشعبي. أليس هذا ما نراه اليوم في إطار الاحتجاجات هو ترجمة لهذه التهديدات الإيرانية بهذه الزيارة؟ أنا لا أدري لماذا نسميها تهديدات إيرانية. أنا أعتقد أن هذه نصائح إيرانية. لو كنت أنا مكان الكاظمي كنت سأعمل باتجاهين، يعني يكمل أحدهما الآخر. نعم. الاتجاه الأول هو احتواء القوى الشعبية وخاصة القوى المقاتلة العراقية بغض النظر عن انتماءاتها المذهبية أو انتماءاتها السياسية، ولكن هذا الاحتواء لا يمكن أن يحصل إلا بطرد الاحتلال الأمريكي. لا يمكن أن تجمع جمع وطني، أن تقيم ائتلاف وطني، أن تقيم اتحاد وطني وإجماع وطني على مع بقاء قوات احتلال أمريكية في العراق، وبالتالي هذا يكمل ذاك. مطلب إخراج القوات الأمريكية التي هدمت العراق، التي أفقرت العراق، التي جعلت من العراق مزرعة على كل شيء، التي جعلت من الدولة لا دولة، هذا هو مطلب أساسي للشعب العراقي ككل، ولا يوجد مصلحة لأي عراقي ببقاء القوات الأمريكية. القوات الأمريكية التي ساعدت داعش في كثير من الأحيان، والحشد الشعبي هو الذي قاوم داعش وقدم مئات الشهداء من أجل الشعب العراقي، هذان الطرفان لا يلتقيان. وبالتالي واجب الكاظمي احتواء كافة القوى السياسية والمقاتلة العراقية، وفي نفس الوقت نعم سيد أليف ذلك وصلت هو الفكرة، طرد القوات الأمريكية من العراق. نعم سيد بشار، يعني قائد الجيش الأمريكي زار الدول المجاورة لإيران في إطار حشد الموقف ضد إيران وإصرار أمريكي على استمرار حظر الأسلحة على طهران، ألا يصاحب هذا من مهمة الكاظمي الذي تقول واشنطن أنها تسعى لمساعدته بها؟
أعتقد على الإطلاق هي تساعده وتساعد آخرين في المنطقة. ومن هنا الحل، وإن كانت يعني هذا المحور من هذا المساء مركز على الشأن العراقي، ولكن حلول كثير من الساحات في المنطقة عنوانها واحد، هو قيام السياسي الأول في موقع السيادي سواء كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية بالقيام بأعماله، البر بقسمه. البر بالقسم يقول أن السلطة تكون منتخبة ديمقراطيا يمثلها فقط الشعب الدولة ويحميها فقط جيش وطني واحد. وإذا كان الحشد الشعبي يا ستي مشكورا كما قال أخونا يعني قبل قليل مشكورا قام بمحاربة داعش، هذه مرحلة وانتهت. فما ضير أن يقول الكاظمي الآن شكرا للجيش الشعبي الحشد الشعبي، العب دور الحرس الوطني مثلا كما هو في الولايات المتحدة، وإن كانت هناك حاجة لك سنستدعيك إلى الخدمة كما هي جيوش الاحتياط، وكذلك الحال لحزب الله في لبنان. أما أن يكون هناك جيش داخل دولة ويرتهن هذا القرار علانية لطهران فهذه طامة كبرى. وأعتقد أن يعني صحيح أن هناك توازنات إقليمية، صحيح أن هناك كارثة حصلت في الحرب العراقية التي نعود بها إلى الحرب العراقية الإيرانية، وليست فقط حرب الخليج الأولى والثانية، وهي نتاج الحكم الدكتاتوري والحكم الديني. هذا هو ما وصلنا إلى الحواقع الحالي في العراق وغير العراق. نعم وصلت الصورة سيد طلال. يعني إذا ما عدنا للاحتجاجات نعم. إذا سؤال صغير لو سمحتي. نعم تفضل سيد أليف. المصلحة العراقية، ما هي المصلحة العراقية في بقاء القواعد العسكرية الأمريكية؟ أين هي المصلحة الوطنية العراقية؟ أنا لا أفهم. نعم سنستمع هذا وسيرد إليه سيد طلال. يعني سيد طلال كيف ترد على هذا؟ الجواب واضح، يعني لست أنا من يتحدث، يعني كل الشعب العراقي اليوم يتحدث أن لا مصلحة لوجود أي قوات أجنبية على أرض العراق، لكن هذا لا يمنع أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى. هنالك تجربة أمريكية في اليابان، هنالك تجربة أمريكية في كوريا، هنالك تجارب كثيرة، حتى تركيا ضمن دول الإقليم القريبة على العراق لديها تجربة مع أمريكا. فإذن أمريكا ممكن أن نتفاهم معها، أمريكا دولة عقلانية، دولة كبيرة، دولة تسير ضمن قيم سياسية، يمكن التفاهم معها سياسيا دوليا وهكذا. لكن اليوم إيران، وجود إيران في العراق يختلف كثيرا، وجود أيديولوجي، وجود ديني. إيران تنظر إلى العراق بعمق 3000 سنة، تنظر إلى العراق. نعم واستمعنا إلى التوصيفات وكونها يعني ولاية امتداد لولايات إيران كعدد يضاف بالضبط. إلى الولايات. طيب إذا ما عدنا للاحتجاجات سيد طلال، يعني الكاظمي يملك القوة الكافية لمواجهة الطبقة الفاسدة، لا سيما وأنه يبدو كما أنه ما زال يحاول بالمقابل إرضاء الجميع وعدم الخوض في مواجهة مباشرة مع رموز الفساد سواء كانوا المدعومين من الأحزاب أو من إيران. كيف تفسر هذا الموقف في هذا الميزان؟ يا سيدتي، حتى في إطار نحن يجب أن ندرك شيء محدد، وهو أن العراق اليوم السلطة في العراق الطبقة السياسية هي تنتمي لأيديولوجية الإسلام السياسي، هذه نقطة مهمة. حتى في إطار السلطة في إطار الطبقة السياسية الفاسدة هنالك ملفات خرجت، يعني حتى أن هنالك ملفات أمنية خرجت تطالب بمحاكمة كبار سياسيين من ضمنهم نوري كامل المالكي وغيرهم. فإذا الملفات هي جاهزة، الدعاوى جاهزة، كل شيء، التحقيقات سابقة موجودة. أرجع وأقول أن القرار بيد الكاظمي. اليوم العراق يحتاج قرار، يحتاج حتى هيكلة القضاء اليوم هي عملية سهلة جدا، يعني باستطاعة السيد الكاظمي أن يغير هيكلية القضاء، أن يكون هناك قضاء مستقلا محترما يستطيع أن يحقق نعم. ليس رغبة الحكومة بل هي رغبة شعب بالكامل. أعود دائما وأكرر أن العراق يحتاج إلى قرار، يحتاج إلى صانع قرار قوي واثق بنفسه، يستطيع أن يستثمر الجهد الشعبي والدعم الشعبي العراقي وأن يحقق الرؤية العراقية التي نريد. هذا نعم. بالمختصر.
نعم نأمل ذلك. شكرا لك سيد طلال الحريري، كنت معنا من بغداد رئيس مركز أورنيمو للدراسات السياسية والاستراتيجية. وشكر لك أيضا السيد بشار جرار محلل سياسي، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لك سيد أليف صباغ محلل سياسي مختص في شؤون الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، دقائق قصيرة ونعود لمناقشة الملف الثاني من هذا المساء، ابقوا معنا.